مرحبا بكم مشاهدينا في صحافة اليوم، نبدأها معكم من العناوين. من الشرق الأوسط، الائتلاف يحذر من نزعات انفصالية، وبريطانيا تتوقع بقاء الأسد لسنوات. من جريدة المستقبل اللبنانية، اشتباك على مدخل القصر الرئاسي وانفجارات تهز الأمويين وكفر سوسة في دمشق. في الدستور، الفصائل الفلسطينية ترفض مقترحات كيري لاستئناف المفاوضات الفلسطينية. تطرقت افتتاحية صحيفة الجارديان إلى الوضع في الشرق الأوسط تحت عنوان الشرق الأوسط جدار من الصعوبات، وقالت الصحيفة إن الحلول العسكرية في منطقة الشرق الأوسط سواء بتسليح الثوار في سوريا أو ردع الإيرانيين برأي الكثيرين ضرب من الجنون. رأت الصحيفة أن هناك تغييراً جذرياً في العلاقة بين دول الشرق الأوسط والدول الغربية، وهذا التغيير إما هو مرحب به أو غير مرحب به، فالتغيير المرحب به لأنه يعتبر بداية النهاية لرواسب الاستعمار الذي يرسم مواقف الدول الغربية في المنطقة، فالحكومات والشعوب في المنطقة يتخذون قراراتهم بأنفسهم سواء كانت سيئة أم جيدة ومن دون أي ولاء للدول الخارجية أو الحفاظ على أمنيات الولايات المتحدة الأمريكية. وأردفت الصحيفة أن التغيير غير المرحب به يكون عادة لأن نتائج هذه الصراعات تتطلب مساعدة من الدول الخارجية، مع أن عدد هذه الدول التي تتطلب هذه المساعدة قليلة نسبيا. وقالت الصحيفة إنه من الممكن أن تكون سوريا اليوم في موقع مختلف في حال لم تعلن الولايات المتحدة عن مواقفها الداعية للتخلص من النظام السوري. وختمت الصحيفة بالقول إن ما نحتاج إليه وما تحتاجه شعوب دول المنطقة هو ثغرة واحدة في هذا الجدار الذي إذا تم اختراقه يحتمل أن تكون له آثار مفيدة، ويمكن حصول ذلك في مصر بعودة الإخوان المسلمين إلى الحياة السياسية، وقد نلمسها باستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة، كما يمكن أن نراها في إيران، إلا أنه من الصعب جدا رؤيتها في سوريا. في الشرق الأوسط، كتب سمير عطلة تحت عنوان لافت يقول اللؤم الأممي حول ما يجري في سوريا، نتابع. لطالما غطى مجلس الأمن النزاعات والحروب ووقف عاجزا أو منقسما أو متواطئا، ولطالما تهرب أعضاؤه الدائمون والمؤقتون من المسؤولية الأخلاقية، ولطالما شهد المهازل مثل يوم وقفت مادلين أولبرايت وحدها في مواجهة 14 دولة لعزل بطرس غالي، ولكنني لا أذكر المجلس غارقا في اللؤم الأممي الذي يمارسه في سوريا منذ عامين. دولتان كبريان تتوافقان على التخاصم في نيويورك والتقاتل في سوريا. تسلح خفيف؟ لا. تسلح ثقيل؟ بلاش. خلها تسليحا نوعيا، صواريخ S-300، وصلت أم هي في الطريق؟ أوباما اتخذ قراره أم مشغول بالصور التذكارية؟ كيماوي أم عادي؟ 85,000 قتيل أم 89,000؟ جنيف واحد أم اثنان؟ هل يتناول الاتفاق مصير الرئيس السوري؟ نعم ولا. أمريكا تكرر التنحي وروسيا تكرر أن مصيره ليس هو المسألة. تقول روسيا إن اتفاق جنيف واضح، انتخابات 2014، وتقول أمريكا إنه شديد الوضوح، مرحلة انتقالية تنتهي بذهابه. منذ بدأ الجدل الأمريكي الروسي مات في سوريا أكثر من 100,000 بشري، وباب مجلس الأمن مغلق على الفيتو الروسي وتابعه الصيني الباسم أبدا حتى في مواكب الموت وحقول القتل. وبين الحين والآخر يعلن وزير خارجية أمريكا اكتشافا لا مثيل له منذ اختراع الدولاب العجل في الصين، فقد أبلغنا فجأة أن سوريا ليست ليبيا. معقول؟ كيف توصلت إلى ذلك؟ ثلث الشعب السوري مشرد ومدنه مهدمة وحقوله محترقة وسيادته مرتهنة وجواره متفجر، ومجلس الأمن مغلق مثل مشاعر هذه الأسرة الدولية، هكذا سميت. في صحيفة العرب نقرأ للكاتب عديد نصار،
مقالا يحمل عنوان الفراغ والتعطيل يزحفان ليحتلا مفاصل الدولة في لبنان. يقول الكاتب: لابد من التمييز بين تدخل هؤلاء غير المنظم والمفتقر إلى كل شيء تقريبا سوى الأيديولوجية السلفية، وبين تدخل حزب الله المنظم عسكريا ولوجستيا، والذي لا يشبه سوى تدخل عسكري لدولة كبرى من حيث التنظيم والتسلح والخبرة القتالية. لقد كان إسقاط حكومة ميقاتي وتعثر تشكيل حكومة سلام وتعطيل المؤسسات بما فيها التشريعية والقضائية والأمنية ترجمة سياسية لاختلال ميزان القوى الداخلي بين قوى النظام المافيوية من جهة، وتعمدا مقصودا لهذا الفراغ الكبير في مؤسسات السلطة لإعطاء حزب الله وحلفائه فرصة واسعة لتنفيذ مطالب بشار الأسد في التخلي عن سياسة النأي بالنفس والانخراط الكامل إلى جانب النظام في سوريا في حربه على الثورة والكتائب المسلحة التي تعمل في إطارها من أجل إسقاطه. عن تصغير سوريا وتكبير لبنان، كتب وليد شقير في صحيفة الحياة مستغربا: هل يعقل أن يتصور المرء أن تستقر المعادلة على تصغير لسوريا وتكبير للبنان، وأن تنقلب المعادلة في الجغرافيا السياسية بحيث يصبح لبنان قاعدة لحماية النظام في سوريا التي ستحال إلى مصير تقسيم النفوذ في مناطقها، بعدما علم التاريخ الأجيال أن سوريا الكبرى بدورها الإقليمي تحمي لبنان الصغير والنظام فيه وتضمن نفوذها عليه مقابل عدم تقسيمه. وسواء يدرك النظام وحلفاؤه أن الغرب يلعب لعبته بتحويل سوريا ساحة صراع أم لا، فإن اطمئنانه إلى التطورات واعتبارها في مصلحته مدعاة للعجب. فافتراض نجاحه في إحداث تقدم في بعض المناطق كما هو حاصل بعد طرده معارضيه من القصير وصولا إلى سعيه للسيطرة على حمص، لا يعدو كونه تأمينا لخطوط المواصلات بين دمشق وبين الساحل السوري لمنع محاصرته والحؤول دون إسقاط العاصمة وضمان بقاء خطوط التواصل بين المناطق السورية المحاذية للبنان وبين المناطق اللبنانية التي لحزب الله سيطرة عليها. إلا أن ذلك كله لا يعيد للدولة المركزية سيطرتها على الجنوب والوسط والشمال، إنه يبقي على سلطة الأسد في سوريا مصغرة، مع حماية هذه السلطة بالتعاون مع إيران وحزب الله عبر الحدود المفتوحة مع لبنان في الشمال الشرقي وفي الشرق. إذا صدقت الأنباء التي نشرت عن خطة ينفذها النظام لتجنيس زهاء 750 ألف واحد من إيران والعراق والحوثيين في اليمن وبعض الدول الأسيوية تمهيدا لإحداث تغيير ديموغرافي في حمص وريفها وفي محافظة السويداء، فإن هذا لا يعني إلا التحضير لمرحلة الحروب المقبلة لتغيير الخريطة الديموغرافية لسوريا. يصبح هذا اللعب بالتوزع السكاني في سوريا عاملا إضافيا لتعذر التسوية بين الأسد ومعارضيه بعدما بلغ العداء ذروة لا عودة فيها إلى الوراء. في صحيفة الحياة اللندنية كتبت راغدة درغام تحت عنوان القرار الأمريكي الضمني هو تجنب المواجهة مع إيران وروسيا والصين. ليس مقنعا أن تكتفي إدارة أوباما بمجرد خطاب نص كما جاء في كلمة دي كارلو على أن الأسلحة الإيرانية متدفقة بصورة متماسكة سويا مع الدعم العسكري والمستشارين والتدريب إلى المجموعات داخل سوريا ولبنان وغزة واليمن والعراق وغيرها، ويجب على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات ردا على هذا الوضع. هكذا وبلا خطوة استطرادية لخطاب مهم كهذا، يبدو أن القرار الأمريكي الضمني هو الخضوع للأمر الواقع تجنبا للمواجهة مع إيران أو مع روسيا والصين. لن يتغير أي شيء في الموقفين الروسي والصيني، فالصين تبنت قرارا استراتيجيا بأنها في تحالف استراتيجي مع روسيا في الشأن الإيراني والسوري، بل وأن تبصم على ما ترتئيه روسيا. هكذا هي السياسة الصينية في هذه المرحلة، هكذا كانت بدرجات متفاوتة من الظلال السطحية فيما صلب السياسة هو التحالف، وهكذا ستبقى السياسة الروسية والصينية مهما تضاعفت الأرقام المروعة الآتية من سوريا ومهما تمادت طهران في انتهاكات قرارات دولية، فليس هناك مؤشر من الولايات المتحدة على أنها عازمة على التوقف عن الامتناع عن المواجهة مهما كانت الانتهاكات مروعة وخطيرة. فهنيئا للصبية الشجاعة التي نجت من الموت بأعجوبة، هنيئا لمالالا التي أبلغت العالم من منصة الأمم المتحدة،
إنني أقف هنا بنتا واحدة من بين كثيرات، أتحدث ليس باسمي وإنما بصوت الذين لا تسمع أصواتهم، والحسرة على أطفال سوريا الذين لا صوت لهم إزاء مأساتهم المروعة. تحت عنوان بلا أي شروط، يرى الكاتب صالح القلاف في صحيفة الرأي الأردنية أن القبول بما يقال الآن بخصوص المفاوضات هو انتحار مجاني، ليس لأبو مازن وقيادته فقط، وإنما أيضا للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. مرة ثالثة، فإنه من الأفضل أن يذهب الأخ أبو مازن وقيادته إلى المفاوضات مع الإسرائيليين التي يمارس الأمريكيون ومعهم بعض العرب كل هذا الضغط الذي لا تتحمله رواسي الجبال من أجل استئنافها بدون أي شروط أو اتفاقيات مسبقة من أن يرضخوا للمطالب الإسرائيلية، وذلك اللهم إلا إذا كانت هناك أشياء غير معلنة قد ضمنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مقترحاته التي من المفترض أن القيادة الفلسطينية قد ناقشتها أو بدأت بنقاشها الليلة الماضية. لم ينقل عن كيري سوى قوله إنه استطاع طريق الهوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإنه تمنى على إسرائيل أن تفكر في هذا الأمر مليا، وحقيقة أنه لم يثبت حتى الآن أن وزير الخارجية الأمريكي قد طرح فعلا على وفد الجامعة العربية الذي التقاه في عمان أمس الأول الاعتراف الكامل بإسرائيل ليس كدولة يهودية في حال تخليها عن الأراضي التي احتلتها في عام 1967 وقبولها حلا عادلا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. إننا نعرف حجم الضغوطات التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية من الولايات المتحدة ومن غيرها، وهذا يعني أنه من الأفضل إذا كان المطروح فعلا هو مجرد اعتراف مجاني بإسرائيل كدولة يهودية، وهو عدم شمول وقف الاستيطان للقدس الشرقية ولا الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، أن يقبل الفلسطينيون باستئناف المفاوضات المتوقفة بلا أي شروط على الإطلاق، وأن يكون الحديث في كل شيء خلال هذه المفاوضات في حال استئنافها. لمناقشة ما ورد في هذه المقالات ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الباحث والكاتب الصحفي سلامة كيل. أهلا ومرحبا بك معنا في صحافة اليوم. وفقا لقراءات الصحف فإن أغراق لبنان مطلب مهم بالنسبة لنظام الأسد من خلال جماعة حزب الله للحيلولة دون حدوث أي استقرار سياسي أو حتى على مستوى الحكومة في لبنان. يعني سيدي، ما المعادلة التي تحكم الوضع؟ إلى متى سيبقى الأمر كذلك وإلى أين سيؤدي؟ يعني أولا المقال المشار إله للأسف نزل باسمي، بس هو لصديق هو عديد نصار. نعم. أنا بصحح هذا الخطأ. ثانيا أكيد النظام السوري بيحاول يغرق لبنان بمشاكله من أجل الخروج يعني الخروج من مأزقه في سوريا بعد ما وضعه كثير تراجع وأصبح ضعيف. نعم. هذا الوضع سيبقى قائما إلى أن يحدث تغيير حقيقي في دمشق يعيد بناء المعادلة القائمة على دور سوريا في المنطقة وعلى إعادة بناء التوازنات على ضوء هذا التغيير الذي يمكن أن يتحقق. باعتقادي وضع لبنان سيبقى مربك ومتفجر إلى أن يتحقق التغيير في دمشق، وليس هناك إمكانية لوقف أي إرباكات في لبنان قبل ذلك، لأن النظام السوري يصر، والآن حزب الله أصبح جزء من المعركة التي يخوضها النظام السوري ضد الشعب السوري. نعم. وهذا يخلق في المقابل توترات تدفع قطاعات من الشعب اللبناني الذي هي مع الشعب السوري لأخذ موقف مختلف. نعم. وهنا أعتقد أن حزب الله يجر لبنان إلى مأزق أعلى وإلى مشكلات أكبر، لأن الأمور لن تبقى كما هي الآن. وإذا كان حسن نصر الله أراد أن ينقل المعركة إلى دمشق، معركة مع اللبنانيين إلى سوريا، فأعتقد أن المعركة ستنتقل إلى لبنان بشكل طبيعي. لا إمكانية لحصر المعركة في سوريا كما يريد. طيب. وهذا وضع طبيعي الآن، أنه أصبح وضع النظام السوري هو المحدد لإرباكات الوضع اللبناني كله، كما كان طبعا قديما، ولكن الآن أي تحول في سوريا سينعكس على تحولات
في المعادلة بالتأكيد. في لبنان. طيب، من قراءتنا في صحيفة الجارديان هناك مقال معنون بجدار من الصعوبات، بالإشارة إلى الحلول، إلى أن الحلول العسكرية في منطقة الشرق الأوسط سواء بتسليح الثوار في سوريا أو ردع الإيرانيين عن مواقفهم وأفعالهم هو ضرب من الجنون. أنت كيف ترى ذلك أستاذ سلامة؟ يعني بالتأكيد هناك وضع عالمي لا يريد أن يدخل في صراعات الآن في المنطقة، يعني عكس ما كان في الفترات الماضية. وبالتالي كل ما يجري الحديث عنه في الإعلام هو لتبرير هذا الموضوع. الآن أمريكا لا تستطيع خوض صراعات في المنطقة لأنها باتت ليست من أولوياتها كما قررت، هي أصبحت أولوياتها في منطقة الباسيفيكي، وبالتالي أصبحت قدراتها العسكرية أيضا ليست كما كانت في الفترات الماضية. وأوروبا دون أمريكا لا تستطيع أن تخوض حروب حقيقية. هذا الوضع يؤسس لتكون وضع عالمي جديد مختلف عما كان في الماضي. للأسف هذا الوضع يعني أتى في ظل الأزمة السورية وفي ظل الصراع في سوريا. نعم. مما انعكس سلبا على الثورة السورية، لأنه بدأ وكأن كل أطراف المعادلة الدولية هي ضد الشعب السوري وضد الثورة السورية. وبالتالي أيضا كل كلام عن التسليح هو كلام شفوي ليس أكثر، وهو كلام إعلامي أكثر مما هو كلام واقعي، كما لاحظنا خلال سنة على الأقل. فهذا وضع يعني مربك للثورة السورية، وهو ما ينعكس أيضا على قرار العالم. التسليح والتردد الأمريكي بذلك. نعم. نعم. وهو ما ينعكس أيضا على قرار التسليح والتردد الأمريكي بذلك. الآن الجميع يتابع الجميع يتابع جولة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في المنطقة، وحتى الصحف عجت في الكتابة عن جوانب مبادرته. معظم الكتاب رأوا أن الذهاب إلى المفاوضات يجب أن يكون بلا أي شروط، وأن يكون الحديث في كل شيء خلال هذه المفاوضات في حال استئنافها. برأيك أهي يعني سلسلة مماطلة أخرى كالتي اعتاد عليها العرب لعقود، أم أنها تحمل جديد في ظل ظروف الربيع العربي في الدول المحيطة؟ لا أعتقد أنها تحمل جديدا، لأنه يعني الواقع واضح الآن أن إسرائيل لا تريد أن تقدم أي تنازلات. المطلوب أن يقبل الفلسطينيين بما يريد الإسرائيليون بالضبط. نعم. من هذا المنظور كل كلام عن مفاوضات وحوارات هدفه إعادة المفاوضات بين المفاوض الفلسطيني والإسرائيلي ليس أكثر، دون إمكانية للوصول لحل إلا أنه تقبل السلطة الفلسطينية بما تريد الدولة الصهيونية. فمن هذا المنظور يعني ليس هناك أي إمكانية لأي حل كما أعتقد، وهي جزء من يعني البروباغندا السياسية أكثر منها خطوات يعني تحمل خطوات جدية على الأرض. طيب، في صحيفة الشرق الأوسط سيد سلام عنوان الكاتب سمير عطالله مقالته باللؤم الأممي، خاصة بعدما ذكر المفارقات التي غطى مجلس الأمن فيها النزاعات والحروب ووقف فيها إما عاجزا أو منقسما أو متواطئا. برأيك ما معيار ذلك؟ وفق أي معايير يتحرك هذا المجلس أو المجتمع الدولي أو يتوقف؟ هي مسألة المصالح هي الأساس. يعني نعم، يعني لا إمكانية لتحرك أي دولة عالمية انطلاقا من قيم عامة. هذا كلام مثالي جدا وغير واقعي. الدول تتحرك انطلاقا من مصالحها. في ليبيا كان هناك مصالح نفطية كبيرة تحرك الأوروبيين بالأساس ودعموا من الأمريكان. في سوريا المصالح تصب في خدمة روسيا. نعم. وبالتالي الغرب يعمل على أن يلعب دور السمسار لمصلحة روسيا الآن، وهذا ما نلاحظه بما يجري على الأرض. فهذا هو الأساس، يعني القتل، التدمير، استخدام الأسلحة الكيماوية، كل ذلك لا يحرك هذه الدول الإمبريالية لأنها ليست معنية بكل ذلك ولا يهمها يعني قتل الشعوب وتدمير الدول، وهي بالأساس قامت بذلك. يعني أمريكا دمرت العراق واستخدمت كل أنواع الأسلحة، لكن أمريكا الآن لا ترى أن لديها مصالح في سوريا. نعم. وأن في إطار المساومات العالمية تنازلت لروسيا عن سوريا. من هذا المنظور لم يعد يهمها شيء، لا تسليح المعارضة ولا دعم المعارضة ولا إسقاط نظام بشار الأسد ولا
تركت الأمر للروس لكي يلعبوا دور المرتب لصيغة النهاية لما يجري في سوريا. يعني بريطانيا تتوقع بقاء الأسد لسنوات، كيف تعلق على هذا العنوان الصادر اليوم في صحيفة الشرق الأوسط؟ لا أعتقد هذا كلام حقيقي، يعني هذه أوهام، وعادة الإعلام الغربي يحاول أن يرانا من منظور من منظور ما يريد هو أكثر مما يرانا من منظور الواقع. يعني تحدثوا كثيرا عن صراع طائفي وحرب أهلية، وكانوا عمليا هم يريدون ذلك، ولكن في الواقع لم يكن موجودا ذلك. الآن يعني لأنهم لا يملكوا شيئا في الحال، يعتقدوا أن بشار الأسد سيبقى. أظن أن بشار الأسد انتهى، وأن أي حل مهما كان سيقوم على تصفية بشار الأسد وليس بقاؤه، لأنه ليس هناك غبي يعتقد أنه يمكن الوصول إلى حل بدون إنهاء بشار الأسد وحكم بشار الأسد. يعني هذا يعني أغبى شخص في العالم ممكن أن يكون أن يفكر في هذه الطريقة، لأن ما جرى في سوريا، التدمير الهائل، العنف الهائل، القتل بهذه الطريقة، لن تسمح لأي حاكم أن يستمر مهما كان الوضع ومهما كان ميزان القوة، وبالتالي لا إمكانية في سوريا إلا أن ينتهي الأسد. يعني هذا ما يبدو أن الأفق السياسي مفتوح لتحقيقه. لا أعرف متى، ولكن أصبح واضحا أن التوافق الأمريكي الروسي يسير باتجاه تحقيق حل ما في سوريا. سلام كيلا الباحث والكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من صحافة اليوم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. نقرأ من صحيفة الدستور عنوان دراما رمضان والربيع العربي للكاتب عمر كلاب، تحدث فيه كيف انتقل صراع الربيع العربي إلى شاشات التلفاز بعدما يدين الشوارع العربية، وذلك إما عبر أخطاء مقصودة في الصورة المعلقة على جدران المكاتب كناية عن النظام السياسي أو السائد، أو في الموقف من التيارات الإسلامية والعلمانية. وانحازت الأعمال في مجملها إلى الربيع العربي السلمي، وانحاز بعضها إلى مفهوم الأمن والأمان على حساب الربيع العربي، بمعنى التسويق للأنظمة السابقة مع انتقادات محدودة. ربيع الدراما إنجاز التعبير تمثل في الجرأة المصرية على مناقشة الإسلام السياسي عبر أكثر من عمل درامي احترافي، وتحديدا الداعية، وكأنه الجزء الثاني لمسلسل حسن البنا. لا أقصد من حيث الترابط التاريخي والامتداد الحركي، بقدر ما هو امتداد درامي يحاول الدخول إلى المستور من حياة رجال الدين وإظهار حبهم للدنيا رغم دعوتهم الآخرين إلى الحياة الآخرة. وسبق لمسلسل البنا أن أوضح الجانب السياسي في حياة مؤسس أبرز جماعة دعوية، مشيرا إلى أنها دعوة سياسية برداء ديني. الدراما الرمضانية باتت جزءا أصيلا من ليالي رمضان، فسرعان ما تنسحب الجلسات من غرفة السفرة إلى الجلوس، أو يتم نقل التلفزيون إلى السفرة من أجل متابعة حلقة جديدة من مسلسل درامي. وانحسرت ظاهرة السهر الأسري الطويلة في الدعوات الرمضانية لصالح متابعة المسلسل، وهذا ما أدخلها المسلسلات الرمضانية وليالي رمضان في الصراع السياسي، وجعلها تفرغ هذا الكم الهائل من الأعمال التي تكشف عن رسائل سياسية في معظمها
تدين جماعة الإسلام السياسي وتدين الانفلات الأمني وتترحم على الماضي الآمن رغم انتقادات لغياب التعددية والعدالة الاجتماعية. دراما رمضان الحالي تستدعي ضرورة قراءة السيكولوجيا الفنية ومقدار خوفها من التشدد الديني على مستقبل الفن، بحيث جعلها تمعن بتسويد ما بعد الربيع العربي وتخيف الناس منه، وهذا الخوف مبرر وله ما يسنده من تصريحات الدعاة حيال الفن والفنانين. ويمكن فهم انحياز الدراما وطبقة الفنانين وصناع الدراما إلى ذلك لخوفهم على مستقبلهم الشخصي والمهني ومستقبل الاستثمار في الفن، وليس انحيازا إلى الأنظمة السابقة. احتفلت الأمم المتحدة أمس بيوم الرئيس الجنوب أفريقي السابق نيلسون مانديلا الذي يرقد في المستشفى بمناسبة عيد ميلاده 95 تقديرا لمساهماته في المصالحة وصنع السلام. وتحدث في الاحتفال الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الأمريكية جيسي جاكسون. وترأس الجلسة سفير لبنان نواف سلام نيابة عن رئيس الجمعية العامة. وأسهب كلينتون في شرح العلاقة الشخصية بينه وبين مانديلا والتعاون بينهما في مجالات وتحديات عالمية، خصوصا في مجال مكافحة مرض الإيدز وتقديم مساعدات الطبية للملايين في إفريقيا والعالم النامي. وقال كلينتون إن دروس مانديلا ثلاثة: تحرير الذات قبل تحرير الآخرين، الجرأة على التناوب على السلطة، خدمة الآخرين غير مرتبطة بالجلوس على كرسي الحكم. ولذلك بقي مانديلا يعطي بالزخم نفسه من العطاء عندما كان رئيسا وعندما لم يكن في السلطة. لمناقشة ما ورد في المقالات الأخيرة ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب الصحفي خطيب بدلة، وهو أيضا رئيس تحرير مجلة كش ملك الإلكترونية. أهلا بك، نحن من المتابعين لك دوما خصوصا في المقالات الساخرة. كل عام وأنت بخير سيدي. يا أهلا وسهلا. في إطار قراءات الصحف حول إدرام رمضان ومجريات الربيع العربي، وجدنا أن الأعمال انحازت في مجملها إلى الربيع العربي السلمي، وانحاز بعضها إلى مفهوم الأمن والأمان على حساب الربيع، بمعنى التسويق للأنظمة السابقة مع انتقادات طفيفة أو محدودة. بحكم متابعتك كيف تراها وبأي عين؟ هو الحقيقة أنه يعني بالنسبة للدراما السورية، أنا أتحدث عن الدراما السورية لأنه يعني يهمنا هذا الأمر أكثر من غيره الآن حاليا. نعم. بسبب الثورة وبسبب ما يجري في البلاد. يعني في السابق لم يكن بإمكان الدراما أو كتاب الدراما في سوريا أنه يتجاوز الخطوط الحمر، أنه يحكوا عن المخابرات، أن يتكلموا عن ما يجري في بسبب الثورة، وهم يسمونها بعض الصانعين الدراما يسمونها الحرب أو يسمونها الأحداث لكي يهربوا من كلمة الثورة. الآن أنا رأيت عدة أعمال سورية تناقش جدية حقيقية ما يجري في سوريا، يعني إن من وجهة نظر الثوار أو عرض وجهة نظر الثوار أو عرض وجهة نظر المؤيدين للنظام أو الفئة الصامتة أو الكتلة الصامتة التي هي أكبر المتضررين من الأحداث المرافقة للثورة، من تدمير النظام السوري للمدن، من قتل الناس، من اعتقالهم، من تشريدهم. الآن حقيقة يرصد في الدراما ببعض الأعمال المهمة. أنا رأيي أن عملا كمسلسل سنعود بعد قليل الذي كتبه رافي وهبي وأخرجه الليل حجه هو عمل يعني فريد من نوعه في هذا العام. حتى هذه اللحظة أنا لا أعرف أين سيصل العمل في خاتمته، ولكن هذا العمل حتى الآن يقدم شيئا مهما على صعيد الدراما الجديدة. الدراما الجديدة أقصد الدراما التي ولدت بعد الثورة وما رافقها من أحداث. نعم. بالتوازي مع مجريات الأحداث في سوريا والمنطقة، قرأنا عن احتفاء الأمم المتحدة بنيلسون مانديلا والحديث عن مساهمات المصالحة وصنع السلام. ماذا يتبادر إلى ذهنك حينما تسمع أو تقرأ عن ما يقام حاليا من أجل مانديلا؟ يعني نحن دائما نقرأ ما يجري في العالم على ضوء تجربتنا في سوريا. يعني أول شيء أول لقطة قد تتبادر إلى الذهن الآن
أن نيلسون مانديلا كم عدد السنوات التي سجنها حتى يعني استحق كل هذا الاحتفال؟ نحن عندنا عشرات أو عشرات الألوف من السوريين سجنهم حافظ أسد مددا زمنية لا تقل عن المدد التي المدة التي سجنها مانديلا. هذا أولا. ثانيا نستطيع أن نقول أن النضال السلمي لمانديلا هو شبيه بالثورة السورية في بدايتها. الثورة السورية في بدايتها هي كانت ثورة سلمية وبقيت أكثر من 7 أشهر 8 أشهر وهي ثورة سلمية، والنظام يقمع 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 حتى انفجرت وتسلحت. إذا نحن كمعارضين سياسيين وكثوار سوريين بالأصل لم نكن نريد أن يتحول الصراع في سوريا إلى صراع مسلح. النظام فرض ذلك على الناس فرض، يعني إما أن تبقوا تحت أمر هذا النظام وفي حظيرته وتحت استبداده ونهبه لثروات البلاد، أو نقتلكم ونشردكم ونهدم البيوت فوق رؤوسكم. فاضطر الناس إلى التسلح. إذن أنا فعلا وحقيقة أحب شخصية نيلسون مانديلا، وأنا أيضا مع النضال السلمي، وأتمنى أن يبقى النضال السلمي في سوريا مستمرا مهما طال حتى تحقق مطالب الشعب السوري الحقيقية، الذي المطالب التي خرجنا بالثورة من أجلها في البداية. خطيب بدلة الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة كش ملك الإلكترونية، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك جزيلا على المشاركة. انفردت صحيفة ديلي تيليغراف بنشرها مقالا لكريستوفر هوب بعنوان تحذيرات لبلير من أنه سينتقد خلال النظر في ملف حرب العراق. قالت الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يتوقع أن توجه إليه انتقادات بشأن ملف الحرب على العراق. وكتب رئيس لجنة التحقيق السير جون شليكوت لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ليبلغه بأن هناك أشخاصا ستوجه لهم انتقادات بشأن ملف العراق، مشيرا إلى أنه من بين هؤلاء الأشخاص بلير الذي سيتم إبلاغه بالأمر الشهر الجاري وسيمنح فرصة للدفاع عن نفسه قبل نشر التقرير النهائي العام المقبل. ومن المتوقع أن يقوم بلير بالدفاع عن نفسه بشراسة ضد أي اتهام له بتضليل البرلمان والشعب البريطاني في الحرب التي شنتها بلاده على العراق. وبحسب المقال فإن السير شليكوت يريد إلقاء الضوء على المراسلات المكتوبة بخط اليد بين بلير والرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، والتي أكد فيها بلير دعم بلاده لغزو العراق. وسيلقي رئيس لجنة التحقيق الضوء أيضا على المراسلات بين بلير ورئيس الوزراء السابق جوردن براون وعدد من المراسلات الأخرى مع الرؤساء الأمريكيين. نطالع في صفحة الرأي من صحيفة الاندبندنت مقالا لمراسلتها ماري ديجيفسكي بعنوان بوتين ليس قويا جدا، إلا أن المعارضة في بلاده ضعيفة للغاية. وقالت المراسلة أنه في الأشهر التي تلت تنحي الرئيس المصري حسني مبارك بدأت وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن إمكانية حدوث خطوة مماثلة في روسيا. وأضافت المراسلة شعر الجيل الجديد الروسي بأن بلادهم تعاني من ركود اقتصادي، كما أن السياسة في البلاد تراوح مكانها، مشيرة إلى أنه عندما استطاع فلاديمير بوتين الفوز بمنصب رئاسة البلاد أثار ذلك مشاعر غاضبة بين الشباب الذين ما لبثوا أن نزلوا إلى الشوارع في كانون الأول ديسمبر ليعبروا عن غضبهم العارم من نتائج هذه الانتخابات. وكانت هذه التظاهرات الأكبر والأقوى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، والتي طالبت بصوت عال برحيل بوتين. وبرأي كاتبة المقال فإن قضية اعتقال المعارض أليكسي نافالني جذبت اهتمام الكثير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. ولطالما وصف نافالني حكومة بوتين بأنها مجموعة من المحتلين واللصوص، وأضحى هذا الوصف شعار المعارضة في روسيا. وأردفت لا يعتبر نافالني الشخص المناسب لقيادة المعارضة، مع أنه ينظر إليه في الغرب كشهيد يضحي بحياته من أجل إيمانه بهدف نبيل، وقد قارنه أحدهم بمانديلا.
وقد حكم على نافالني بالسجن بقضايا فساد في عام 2005، ثم أدين بتهمة غسل الأموال، إلا أن تهمته الرئيسية هي نديته مع بوتين. وتختتم المقال بالقول إن نافالني المولود في ظل العهد السوفيتي والذي ينتمي إلى حقبة التسعينات ليس الشخص المثالي لقيادة المعارضة، إذ إنه ينتمي إلى حقبة الزمن القديم أكثر من الحقبة الجديدة التي تحتاجها روسيا. كل الاحتمالات مطروحة. عنوان لبناني من صحيفة النهار للكاتب الياس الديري. نتابع. يبدو أن اجتماع بعبدة أمس لم يترك شاردة أو واردة، وتمام بك أعلن أن الموضوع يحتاج إلى متابعة أكبر وجهد متواصل مع إعرابه عن تخوفه من الفراغ على صعيد السلطة التنفيذية. على هذا الأساس ولهذه الأسباب بنى اقتناعه بأن كل الاحتمالات مطروحة وسط غابة من العراقيل المصوغة على صورة مطالب وشروط تصطدم بمثيلاتها من الجهة المضادة. إنما ليس على أساس الضد يظهر حسنه الضد، بل من باب تكثيف وتجميع المزيد من وسائل التعطيل والتأزيم. ولغاية في نفس المعطلين قد لا يكون هدفها بعيدا من تفريغ السلطات والمؤسسات الدستورية، وعندما يحين الوقت ستعرفون رأي رئيس الجمهورية ورأيي لما فيه مصلحة الوطن، وفق ما ورد في تصريح سلام بعد انتهاء الاجتماع البناء والمثمر. في كل حال هذه الوقائع والتفاصيل لم تدخل اليأس إلى نفس الرئيس المكلف، ولا نفد صبره أو دهمه الإحباط، لذا أراد أن يضع اللبنانيين في الأجواء الحقيقية، معلنا أن شكل الحكومة وحجمها وكذلك الحقائب هي قيد التداول. طموحنا أن يخرج الوطن من هذه الغابة مع التمسك بشعار المصلحة الوطنية. ما يجب أن يتبلغه الجميع أن تمام سلام ليس غريبا عن أورشليم، ولا هو غريب أو بعيد عما يحاك هنا ويحضر هناك، ولن أبقى مكلفا إلى ما لا نهاية. من صحيفة الخبر الجزائرية نقرأ للكاتب الدكتور بومدين بوزيد عنوانا يتساءل فيه: هل للتشيع أصل في الجزائر؟ راجت كتب علي شريعتي ومرتضى مطهري والخميني في أوساط النخب الجامعية، وظل هذا التأثير إلى اليوم دون أن يكون لذلك علاقة مع التخلي عن سنيتهم، أي أن هؤلاء أو بعضهم لا يمارس الحسينيات أيام عاشوراء سرا في الجزائر. ومع الحرب العراقية الإيرانية والوضع في لبنان، نشطت الحركات المذهبية والسياسية الممولة من دول الخليج في الرد على المذهب الشيعي عقائديا وسياسيا، وفي تسعينيات الجزائر وفي ظل أمواج من التفكير والتكفير استمر المتشيع عندنا في تشرب ما يصلهم من جديد، خصوصا ما كانت تطبعه دار الرسالة اللبنانية أو ما يوفره الأساتذة المتعاقدون في الجزائر من كتب وتأثير خفي أحيانا من خلال بعض المواد التي يدرسونها. وفي مرحلة بداية التسعينات ظهرت مجموعات البهائية القاديانية في الشرق الجزائري وفي وهران وبالعباس، ولم يكن لها الصيت، ورد عليهم الشيخ أحمد حماني وسماهم مبتدعة وخارجون عن الملة في كتابه صراع بين السنة والبدعة. كما كان لرواج فكرة المهدي المنتظر فضاء خصب في زمن الأزمات الجزائرية مع نهاية القرن الرابع الهجري وتوزيع رسائل تبشر بذلك، تظهر مع موسم عودة الحجيج الجزائريين. وهنا يكون السؤال: هل القول بالإمامة يهدم أصول المذهب السني؟ وهل البحث عن التأصيل للتشيع في الدولة الفاطمية العبيدية التي قامت في الجزائر ثم مصر مجد في قولهم بشرعيتهم التاريخية؟ هذا ما نتعرض له حلقات مراجعنا لاحقا. الآن نتابع رسوم الكاريكاتور وما خطته ريشة الرسامين.
وصلنا بكم إلى نهاية صحافة اليوم، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.